أزول، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت قد سألتكم على المنتدى الخاص بالقناة، يعني ما هي الحلقات أو الدروس التي تريدون أن أشاركها معكم، فكانت يعني النتائج على هذا الشكل، يعني 50% صوتوا لصالح دروس أمازون كيندل. طبعا نحن مستمرين في سلسلة أمازون كيندل، وهناك أيضا يعني 25 بالمرتبة أو عفوا 25% يعني المرتبة الثانية صوتوا لدروس ربح المال ولو أقل من 5 دولارات. وطبعا تلبية لطلبكم إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أشارك معكم أحد المواقع الخاصة بالخدمات. طبعا عندما نتكلم عن المواقع الخاصة بالخدمات فبالدرجة الأولى نتكلم عن فايفر غني عن التعريف، وفي المرتبة الثانية أو عند العرب نتكلم عن موقع خمسات، يعني موقعان صادقان مجربان من طرفي شخصيا ومن طرف أصدقائي، يعني صادقان من ناحية الموثوقية، يعني موثوقان لا يوجد بهما أي مشكل. لكن في هذه الحلقة إن شاء الله يعني اخترت لكم موقع غير معروف نسبيا، وهو موقع قوي جدا صراحة، وأنا متأكد من أنه سوف ينال إعجابكم. ابقوا معنا. إذن الموقع الذي سوف أرشح لكم إن شاء الله في هذه الحلقة موقع قوي جدا وفي نفس الوقت غير معروف خاصة لدى العرب، يحمل عنوان People Per Hour. يعني من العنوان يمكن معرفة أننا سوف نعمل يعني بالساعة، يعني مقابل الساعة، ساعة من العمل كم تساوي من الأرباح أو كم تساوي من المال. طبعا أول شيء سوف نقوم به هو التسجيل، أو قبل التسجيل عفوا يعني بعض المعلومات بعجالة. هو موقع يعني من شركة مقرها بالمملكة المتحدة يونايتد أو كينغدوم ستيت، طبعا تأسس سنة 2007 ويعني حظي بنشاط كبير جدا، وطبعا يمكنكم ملاحظة يعني الترند الخاص به الذي يظهر الآن أمام يعني أمام أعينكم على الشاشة، طبعا في تصاعد كبير. الآن نقوم بالدخول إلى الموقع، طبعا الرابط سوف تجدونه في صندوق الوصف. إذا هذه واجهة الموقع، نقوم بالتعرف عليها بعجالة شديدة. طبعا هنا يخبروننا بأنه يوجد العديد من يعني المجالات لكي نعمل فيها، مثلا Content Writing كتابة المحتوى، SEO مثلا، Website Development، Logo Design، و Voice Over. طبعا غالبية الأشخاص يعني ربما لا يملكون هذه المهارة، أعرف يعني غالبية الأشخاص ربما هنا في المغرب على سبيل المثال لا يتقنون السيو، أيضا لا يتقنون اللغة الإنجليزية لكي يكونوا من بين يعني كتاب المحتوى، لكن على الأقل يعني يتقنون الديزاين. يعني الكثير من الأشخاص يتقنون الديزاين، وخاصة يعني الديزاين البسيط مثلا حذف الخلفية، خلفية الصور أو إضافة تكست أو إضافة يعني بيكتشرز أو إضافة، طبعا بس فقط باستعمال كانفا. فكانفا تعتبر أداة يعني مهمة جدا في هذا المجال. لماذا؟ لسبب واحد وبسيط، ليس لأنها قوية، طبعا من ناحية القوة فوتوشوب يتفوق عليها بعشرات المرات، لكن فقط لأن كانفا بها قوالب جاهزة، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني قوالب احترافية 100% وتكون جاهزة وقابلة للتعديل، فنحن فقط نقوم بالتعديل عليها، نضيف ننقص نغير التكست، نقوم بعمل editing للخلفية أو للباك جراوند بخطوات بسيطة جدا. حتى إذا كان عندنا صورة ونريد حذف يعني الباك جراوند الخاصة بها، يعني نرجعها ترانسبارون، فالأمر بسيط جدا على كانفا فور education طبعا فري بين قوسين، يعني لن نحتاج لشراء كانفا ولا أي شيء، يعني فقط بالكانفا التي نستعملها في التصاميم يمكننا أن نفعل بها العجائب العجاب. وطبعا سوف أريكم بعض الأمثلة. الموقع قوي جدا، يعني مدعوم من طرف عدة يعني شركات عملاقة، مثلا بي بي سي، مثلا فور بيس، بيزنس انسايدر، وإلى آخره. يعني هناك يعني مواقع أو يعني شركات قوية تدعم هذا الموقع، يعني هذا إن دل على شيء فقط يدل على أنه موقع صادق 100%. إذا للتسجيل ركزوا جيدا، نقوم بالضغط على فريلانس أو فريلانسر، ثم بعد ذلك قوموا بالضغط على I want to work as a freelancer، ثم بعد ذلك يعني يا إما تقومون بالتسجيل عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك. أنا سوف أقوم بالتسجيل ثم أعود إليكم من جديد.
بعدها يعني عندما تظهر لكم هذه الواجهة ويلكم، تقومون الآن يعني هنا بإدخال جوب تايتل، يعني ما الذي تريدون أن تعملوا فيه. كما قلت يعني على حسب، أعرف أن هناك عدد من الأشخاص يتابعونني يعني لديهم مهارات أخرى، مثلا هناك منهم من يتقن اللغة الإنجليزية متقن. إذا كنت تتقن اللغة الإنجليزية نطقا فيمكنك مثلا أن تقوم ب يعني الاشتغال في مجال voice over، يعني التعليق الصوتي على سبيل المثال. فإذا كنت سوف تشتغل في التعليق الصوتي تقوم بكتابة هنا مثلا voice over. إذا كنت سوف تشتغل في الديزاين، أعرف أن الأغلبية يعني يشتغلون في مجال الديزاين، يمكنك أن تقوم بكتابة هنا مثلا ديزاين و يعني مجال تخصصك مثلا لوجو أو الشعارات أو ديزاينات يعني الخاصة بالتيشيرتات أو يعني الكتب أو يعني أي مجال تتقنه. ويمكنك أن تفصل أكثر في المهارات الخاصة بك هنا في هذا المكان Your Skills، تقوم بكتابة المهارات التي تتقنها. مثلا تقول أنني أتقن مثلا الديزاين عن طريق برنامج مثلا فوتوشوب أو إليستريتور أو غيرهم أو كانفا أو أي يعني أي برنامج تتقنه في الديزاين، تقوم بالكتابة هنا بكتابته هنا والتعليق عنه يعني وإضافة معلومات عنه أو له. ثم بعد ذلك about you، هنا تقوم بكتابة معلومات عنك شخصية، مثلا كم عمرك، أين تعيش، لماذا تريد مثلا العمل في هذا المجال إلى آخره. طبعا لا أخفيكم سرا أن هذه المعلومات يجب أن تكون احترافية، يعني إياك أن تكون يعني هناك ربما من سوف يقوم بكتابة أنني فقير وأريد مثلا العمل في هذا الموقع لأجل المال، مثلا لا أدري لأعيل أسرتي أو كذا. أبدا لا تستعملوا أبدا مثل هذه الأشياء، لأننا هنا نتكلم عن مجال بروفيشنال يعني احترافي، فبالتالي حتى المعلومات يعني تكون احترافية، يعني يجب أن يظهر يعني البروفايل الخاص بكم احترافي، يعني الأمور الشخصية وتلك التفاصيل التي ذكرتها قبل قليل لا يجب ذكرها نهائيا، يعني يكفي أن تكون أن تكتب يعني من أنت مثلا، ما الذي تفعله، ما الذي تدرسه، من أين أنت على سبيل المثال، ما هي المهارات وما الذي تتقنه، وإن كانت لديك خبرة مع شركات أخرى تضيفها، يعني معلومات عنك about you فقط وانتهى. ثم location هنا طبعا لا يمكن تغييرها، لكن يمكن إضافة يعني مثلا يعني يمكنكم انتحال يعني مكان آخر، يعني ليس بالضرورة المكان الذي تعيشون فيه. مثلا يمكنكم استعمال يونايتد كينجدوم عوض يعني موروكو أو ألجيري أو بلدكم، يعني يمكنكم تغيير البلد، يعني ليس شرط أن تقوموا بإضافة نفس البلد الذي تعيشون فيه. ثم في لونجاج أو لونج عفوا يعني اللغات، طبعا يمكنكم إضافة الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية على حسب اللغات التي تتقنها. والآن أهم شيء، يعني أهم شيء هو يعني hourly rate، يعني كم سوف يدفعون لك مقابل ساعة من العمل. طبعا كما تلاحظون يبدأ من 6 دولار، لكن طبعا أنتم قوموا بوضع يعني عدد يعني يكون ليس مبالغ فيه وليس منخفض جدا، يعني يمكن. وطبعا لمعرفة ما هو الثمن المناسب، فطبعا الثمن يختلف على حسب العمل، على حسب job title، على حسب العمل الذي سوف تقدمونه. فبالتالي أحسن طريقة هي الدخول إلى موقع يعني إلى الموقع نفسه طبعا بهذا الشكل، ثم نقوم يعني ب يعني قلقلة السوق، نقوم بقلقلة السوق لكي نعرف يعني كم هو الثمن الذي هو من المفترض أنه يدفع للأشخاص مثلا في الديزاين. يعني طبعا قمت بالدخول إلى الموقع people per hour، ثم بعد ذلك ديزاين، ثم سوف نلاحظ يعني كم يدفع الناس مقابل تصميم مثلا اللوجو. وعندما نعرف مثلا كما تلاحظون يعني قمت بالدخول إلى ديزاين ثم popular design categories، يعني الأصناف يعني الشائعة في مجال الديزاين، مثلا في اللوجو ديزاين أو في جرافيك ديزاين، بوكس أند ماجازان، يعني تصميم. طبعا كل هذه الجميل كما قلت لكم، ويعني يعني السر في هذا الشرح كاملا موجود في موقع كانفا. فكما قلت لكم في المقدمة، كانفا بها قوالب جاهزة احترافية، فبالتالي لن تضيعوا أبدا الوقت، وحتما الديزاين الخاص بكم سوف يكون احترافي. فبالتالي يكفي أن تذهبوا إلى كانفا وتقومون بالبحث عن بوكس اند ماجازانز، سوف تجدون يعني مئات القوالب الجاهزة يمكنكم التعديل عليها كما تشاءون، تعديل يعني مطلق، تعديل مطلق يعني لا تلك الديزاينات الموجودة مسبقا.
إذا كما قلت لكم، لمعرفة الثمن بالضبط نقوم مثلا باختيار لوجو ديزاين هكذا، ثم من المفترض أننا سوف ندخل إلى قائمة فيها جميع الأعمال أو الفريلانسر الذين طبعا فقط ليس فقط الفريلانسر، إنما أيضا الأشخاص الذين يعني يدخلون إلى الموقع بغرض الحصول يعني على خدمة. فبالتالي بهذه الطريقة كما تلاحظون، جيد، إذا كما تلاحظون يعني تصميم اللوجويات ثمنه 25، هذا الشخص مثلا، هذا الشخص 30. طبعا يقومون بإضافة يعني طبعا بإضافة يعني بورتريات أو يعني ريفيو، ليس ريفيو إنما يعني نموذج للأعمال التي قاموا بها مسبقا. إذا الثمن كما تلاحظون 30، 15، هذا الشخص فقط 15. وبالمناسبة هو مغربي منصف، الأخ منصف، دائما يعني المغاربة يضعون ثمنا منخفضا، يعني على أي حال 25 دولار يعني في هذا الشخص يطلب 25 دولار، هذا الشخص يطلب أيضا 25، 20، هذا الشخص يطلب 45، هذا الشخص يطلب 55 طبعا للساعة لكي يضعكم في الصورة، يعني هذا الثمن مقابل ساعة من العمل. هذا الشخص يطلب 30. إذا أعتقد أننا كوننا فكرة عن الثمن. نعود إلى الموقع الخاص بالتسجيل ثم نضع ثمنا يعني مناسبا، مثلا نضع 15 أو 18 أو يعني 20 يعني كحد أقصى، لأننا مبتدئين ومتجرنا غالبا لن يظهر في الواجهة، فبالتالي يعني لابد من وضع يعني ثمن يعني يكون ربما في المتناول. ثم نسيت أن أدخل يعني سوف أدخل يعني كل هذه المعلومات هنا وأعود إليكم من جديد. إذا هنا في يور سكيلز تقومون بكتابة أدوبي فوتوشوب ثم أدوبي إلستريتور يعني لكي يشتغل معكم، وإلا إذا لن يشتغل معكم. الخطوة التي بعدها يعني هنا يعني يقولون لنا يعني هناك خطتان. الخطة الأولى إذا كنتم سوف تشتغلون يوم واحد في الأسبوع، ففي هذه الحالة يعني سوف تدفعون 13 دولار وسوف يساعدونكم، أو يعني كما هم يسمونها يعني فاست تراك، يعني العمل السريع أو يعني التحقيق لنتائج بسرعة، يعني ولو يوم واحد، يعني فقط يوم واحد من العمل. لكن البيزك يعني الخطة التقليدية هي 7 أيام نقوم باختيارها، فهي فري مجانا، يعني لن ندفع أي شيء، وكل الأرباح يعني بعد يعني خصم الضرائب يعني تمر إلى حسابنا بكل بساطة. ثم نقوم بالضغط على بروسيسد أو بروسيد، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على فاست تراك. طبعا نسيت أن أقول لكم يعني فاست تراك كما قلنا هي مدفوعة، خدمة مدفوعة، ويأتي الرد في تقريبا 24 ساعة. هي مكتوبة هنا: You can also choose the fast track option and get your application approved within يعني 24 ساعة، يعني في أقل من 24 ساعة. طبعا نحن لن نقوم بالضغط على فاست تراك، فقط نتركها هكذا. Your application is on the review، نتركها في الريفيو، ويقولون ربما قد تصل يعني مدة الريفيوز إلى 7 أيام. جيد، فبالتالي يعني لحدود الآن قمنا بإنشاء الحساب وننتظر يعني الرد، وعندما يأتي الرد إن شاء الله نكمل يعني طريقة يعني الدخول على الخدمات وتقديم الخدمات. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.